وللحديث عن التطورات في سوريا والتأكيد الأمريكي على الالتزام بالقرار الأممي 2254 بشأن الحل في سوريا، معنا من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك سيد باسل. بداية، 6 سنوات على تصويت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن على القرار 2254 بشأن الحل السياسي في سوريا. السؤال هنا، ماذا يعني تجديد الولايات المتحدة الأمريكية تمسكها به، أي القرار؟ تفضل. نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة القرار 2254 هو قرار مفصلي، لأنه أحد القرارات القليلة التي حظيت بالإجماع الأممي، وهو أيضا أحد القرارات القليلة التي نصت بشكل أو بآخر على أو تعرضت لآليات أو لضوابط الحل من ناحية انتقال السلطة في الحالة السورية. ولذلك تصر كل الأطراف المعنية والمتدخلة بالشأن السوري على الاستناد إلى القرار 2254 باعتباره كما قلنا قبل قليل أحد القرارات القليلة التي لاقت أو تلاقي إجماعا أمميا، ويعتبر أساس من أساسات الحل في المشهد السوري. لكن في نفس الوقت يعتبر هذا القرار أحد أو تفسيرات عدد من البنود الواردة في هذا القرار أحد الأمور التي تلقى شدا وجذبا بين الأطراف المختلفة في سوريا. هناك تفسير روسي اليوم لهذا القرار، وهناك تفسير نظام، وهناك تفسير أمريكي، وهلم جرى. سيد باسل، إذا كان تطبيق القرار الأممي ينهي الأزمة السورية، لماذا ترك معلقا ومفتوحا على تأويلات متعددة؟ وهل هناك فرصة اليوم لتطبيقه على أرض الواقع للوصول إلى حل عادل بعد كل هذه التضحيات من السوريين؟ هو لا يمكن أن نجزم أنه ينهي الأزمة السورية، لكنه يتعرض إلى قضايا أساسية كما قلت في الموضوع السوري، مثل قضايا تداول السلطة أو تنحية النظام أو تعديل صلاحيات الرئيس أو حل الملف الإنساني وغيرها. أما سبب تركه معلقا، لأنه من الواضح أنه لا توجد على الأقل رغبة دولية حقيقية بحسم الصراع في سوريا، ولا يوجد لدى العديد من الأطراف المتداخلة أو المعنية بالشأن السوري خطة واضحة لما يجب أن تؤول إليه الأمور في سوريا على المستوى التفصيلي. وبالتالي تفضل هذه الأطراف إدارة المشهد القائم على تغييره. مع الإصرار الروسي على تنفيذ القرار الأممي على مقاس النظام كما أسلفت سيد باسل، هل من استراتيجية لأمريكا اليوم هدفها مثلا قد يكون تغيير مفاتيح اللعبة الدولية في سوريا؟ ما هي الخطوات العملية للقيام بذلك؟ الاستراتيجية الأمريكية فيما يخص الشأن السوري تركز على إدارة المصالح الأمريكية وعلى إدارة أو حفظ مصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، سواء على المستوى المحلي في سوريا وعلى المستوى الإقليمي والدولي. هي لا تركز بشكل أساسي على الوصول إلى حل عادل وإنهاء الأزمة في سوريا، بقدر ما تركز على الأهداف والأجندات الخاصة بالولايات المتحدة وبحلفاء الولايات المتحدة. مثلا عقوبات قيصر، مثلا القرار 2254، مثلا ملف أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يخص سوريا وما يخص منطقة الشرق الأوسط، كلها لا تنص أو لا تذكر ولا تورد القضايا المتعلقة بالحل في سوريا، بقدر ما تورد القضايا المتعلقة بمصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم الكيان الإسرائيلي ثم الحلفاء المحليين اللي هم قوات سوريا الديمقراطية. توازياً مع ذلك سيد باسل، هل يمكن أن تمضي إدارة بايدن لتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية هدفها يكون تعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها؟ إلى أي مدى يمكن أن يخنق ذلك الأسد وحلفائه حال حصل؟ يعني هي المخدرات واحدة من الأعراض أو واحدة من المسارات الجانبية التي يسلكها النظام لتعويض حالة الخلل في منظومة الاقتصاد الرسمية أو منظومة الاقتصاد الشرعية. لكن هناك مسارات أخرى كثيرة بديلة أيضا للنظام غير المخدرات، منها التهريب والتجارة الأعضاء والتجارة الغير الممنوعة وتجارة الأسلحة والابتزاز المواطنين والحواجز. وبالتالي يعني المسألة ليست فقط محاصرة مسار المخدرات، وإن كان هذا واحد من المسارات المهمة اليوم بالنسبة للنظام، لكن النظام لديه مسارات أخرى كثيرة غير شرعية، وهو حريص على الاستمرار في تفعيلها. ونحن رأينا كيف أن الولايات المتحدة لم تتمكن من منع
بواخر النفط نعم الإيرانية من العبور إلى النظام خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك قرارا صارما وعقوبات واضحة في هذا الاتجاه. لم تتمكن من منع روسيا من تزويد النظام بالأسلحة، لم تتمكن من منع حركة الأسلحة وحركة التهريب وحركة الأموال غير المشروعة نعم بين لبنان وبين سوريا. وبالتالي لا يتوقع الكثير من محاولات من محاولة تحجيم النظام في مسار تجارة الكبتاجون والمخدرات، لأنه لا يبدو أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وغيرهم جادون بالقدر الكافي في تحجيم قدرات النظام في هذه المجالات، وإنما يستخدمونها كأوراق تغطي في النظام لتحصيل تنازلات معينة منه، كما قلنا لصالح المصالح الأمريكية في المنطقة تمام. ومصالح حلفائها. باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.